أهلا وسهلا، شو ما صار خلينا نتعلم من الألم. علمني من ألمني، ما ممكن يعني. إن شاء الله تكون إلى حسنة يلي عم بيزعجنا. نغير استوديو قريبا، بنرجع على الاتحاد، عم بيعمل استوديو غير هون، ما حدا بيطرطق فوقنا تحت الارض. نحن ان شاء الله يكون في شيء اثنين ثلاثه فوقنا منيح اواديم، ما بنعرف. بس التغيير بغير المصير. واليوم اللي عم بتشوفوه يمكن ببلدكم مثل بلدنا، كل واحد بيعرف وسخ بيته، عجقه سير وزمامير وحرقه، بنضل بالبيت. ما معي مصاري، ما تروح تعمل شوبينج، اعمل ويندو شوبينج، منك عايزه. ما عندي ابدا تعليق بقى لتيابي، اعطيه تياب اللي منك عايزته يوم بصير عندك تعليق. خلص ما تغير تيابك، ليش بدي غير تيابك اليوم يعني؟ توسخ غيري، توسختي تحممي، جوعانه كلي، عطشانه شربي، نعسانه. قال له يا بيي أنا ما ترك لك مصاري، بس ترك لك نعم أحسن راحة تعب، أحسن نوم نعس، أحسن طعام جوع، أحسن غنى الفقر الداخلي والخارجي. وقال له الفقر رجل اللي قتلته، أي فقر؟ ما يكون عندنا جهل، ما نكون أيتام من أخلاقنا مش من أم وبي. قال لهم أخوتي اللي حبوني وما شافوني. فإذا كل واحد ما فيني غير إلا نفس أبدا. وبتتذكروا رح أحكي حبة تمر، اثنين أو وحدة ثلاثة، هالعلم بالكتب موجودة وقدامك. بس اليوم فيك تعيش على كباية مي إذا المجاعة إجيت، وحبة تمر. ولكن في شيء قبله، بدي مهد الطريق، بدي لا إله إلا بالأول، شيل كل النيجاتيفيتي، تبعدين تجي المي. بدي شيل السلبيات، إذا عندي كثير سلبيات 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 مثل البرامج سلبي، شيلونا شيء بيقرف. كير الظهر بمون عليك، كان حلمي يعيش معك ومرتك وولادك. هيك كنت فكر كل ما ألاقي إنسان البنين هيك عنده هالابتسامة وهيك، صدق قول هيدا ابني، هيدا أنا، هيدا خيي، هيدا أخوي بالروح. شو هالبرامج المنحطة؟ شو هالدراما؟ شو هيك شبابنا عم بيعملوا هيك برامج عندك؟ شو هي أحلى جلسة؟ نقطة عيب يا بارود، عيب. كل برامجنا عم بتجيبنا لهالسلبيات. فإذا نجي ونقول شيلوا كلهم، أول شيء تكونوا نباتيين، حتى المواد الحيوانية بما فيه السمك كله مضروب، الألبان والأجبان، دايت فود ودايت لايت ولايت جبنة ولايت مدري شو، كله كلمة دايت شلوها ولايت شلوها، هيدي كلمات تتشفر فيها، بيعرفوا يعملوا تشيبينج كلهم. كاسة قمح منع بكرة بحبها شوي تكون حلوة مريم، جبس القمح ما بدي حط سكر، حبة تمر، حبتين ثلاثة فقسيهم للكبار، حبة صغيرة للصغار، وشيل النوى اعملي منها بعدين قهوة بتحطي معها، تعرفي كيف لها وصفتها. وقت بيكون الجسم هيك نظيف، وما تكون سكايكيات ضعاف كتير، لا لازم يكون عندنا حضن. ده بس يقعد الولد بحضن سته وحضن امه يحس في حضن هون، مش حجار. مره من عمري بلنا زمان ما التقينا شي 70 سنه، غمرتها وهيك قلت لها عفيك يعني انا ما كنت عرفتك، بس هي لانه بحكي قصصي هون وهيك، قالت لي ايه انا من بيت فلان وهيك كنا. يا الله قلت لها بس شو هي؟ ولا كلكم هيك يعني حتى بهالعمر؟ وقت المرأة حكيونا على السرطان بالصدر، شلحنا الصدرية كلنا، قالوا ليه ما بتبصدري؟ قلت له خليني تسيبها
مين بينزل قبل هي ولا هي؟ المرة اللي قالت له للحكيم بدي انتحر، وين بدي أوص حالي؟ قال له 2 سنتي تحت صدرك، طلعت هون. يعني قيمتك فيها بهاللحمة؟ حطوا سرطان بالحديدة تبع الصدرية، إشعاعات. بدك تلبسي صدرية جيبيها قطن، موجودة خصوصي بسوريا بتركيا بمصر، أحلى القطن. بس هي أفضل لما بتكون عم بتصلي أو بدك تعملي أكل أو شيء، أي مثل اللي لابس عبية، لبسوا الكفن ليل نهار، ما بنعرف أي ساعة منموت، وبس نموت ومنندفن من التراب إلى التراب. بس شو هي قصة التمر؟ ما رح تصدقوا، شوية علم رح أحكيها. تمر ما فيه كوليسترول، الدهن تبعه قليل واطي وبيتناغم بجسدنا، كتير فيه فيتامينات وفيه معادن. البروتين يلي الجسد بحاجة له B2 B3 B5، الفيتامين A1 والفيتامين C وB1 موجود، هني بس بالتمر. هيدا نوع البروتين الجسم بياخده، مش بروتين الحيواني. بتساعد على الهضم، في مادة يلي هي سوليوبل بالجسم، وفي مادة تانية ما بتدوب بالجسم موجودة، هي مثل المكنسة فايبر كمان موجودة، واثنيناتهم أمينو أسيدز كتير منيح إذا بناخد تمر بتنظف. جريت انرجي بوسترز بتعطي كتير طاقة، مش هول اللي بيشربون ولادنا فودكا مودكا مدري شو، أبدا هي ما بتعطيك طاقة. هيدي التمرة بتعطيك طاقة، بتعطيك الحلو يلي هو مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز، بس مش تركيب اللي بحطوه بالسكر الأبيض ولا بالفواكه، بالتمر موجودين. بتعطيك كتير طاقة اللي موجودة بالحليب، بس طاقة الحليب غير طاقة التمر. طاقة الحليب هي طاقة ميتة عصرتها processed food وشلتها، غير حليب الأم حولين. الكالوري تبعون قليل كتيرة، بتدوب بالجسد وبتعطيك صحوة consciousness وسوبر consciousness. غني بالبوتاسيوم والصوديوم، فيها بيدوب الشحوم. جهاز النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، أكثر الناس اليوم تبقى قاعدة وعم بتهز، بتشوفون ما بعرف ليش عم بهز، موجود بالتمرة بهيدي الشفافية هالرقيقة بين النوى البذرة وبين التمر، أكثر شيء موجود فيها. ولما بتاخدها نوع البوتاسيوم اللي فيها بتخليك تهدى، وبصير عندك سكينة بنبضات القلب وبالشحوم يلي عم بتدوب بقلبك، بتدوب الشحوم. احضروا فيلم A Diet for a New America، كلمة دايت بأمريكا شي مهمة كتير، شوفوا كيف هالأطباء عم بتقول ويك أب، بنخاص للعرب. وجابوا تمر من السعودية وزرعوه بأمريكا، ما طلع طيب ومنيح وصحي مثل يلي بالسعودية. نعم شرفت المدينة. ديتس هن بتنظف الكوليسترول وبتوطي ال LDL فيك. التمر حديده قوي كتير، وهالحديد كله بيعالج سرطان الدم أنيميا بيشيلها. إذا أنت مريض تاخد تمر ومي، إن شاء الله مي زمزم، أو أنت تدعي عليها، أو مي تكون عندك من النبع ومفحوصة منيحة، أو أنت عندك بيرو، يعني بيقول فيك تعيش عليهم وبتشفى من كل الأمراض، لأنه ديتس التمر قوي. قال أمكم الأرض وعمتكم النخلة، هالطاقة اللي ب 42 فقرة 32 و 32، هيدي علم المثمن 8×8 64، هن منيح. والتمر مضغو، وكمان في نوع موجود بالتمر منه موجود بغير شيء حتى إلا الفلورين اسمه، وهيدا
الفلورين باللي بالتمرة بتشفي سنيننا من الديكي، يعني يلي مش منيح عم بيهروا عم بيهروا. مشان هيك بتلاقي اليوم بناتنا وشبابنا من 30 سنة لليوم عم بيحطوا بريسز تقويم هجري وميلادي. ليه؟ لأنه ما بقى تساع 32 ضرس بصيروا عم يتفركشوا، النيرة صارت ضيقة ضيقة قد ما عم ناكل لحمة ومواد حيوانية. نحن عنا بس أربع أنياب، عنا مطاحن، بدو المطرح واسع المطحنة، عنا 20 مطحنة. نعم في كتير ناس عندهم إمساك، يعني بتعرفوا لازم مرتين بالنهار الصبح نفوت عمل ونعشي. هي بتشيل الإمساك وشو بنعمل؟ جيبوا كم حبة، نحن قدي بالبيت 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أقل شيء 2 2 بتنقعون الماما بالماء ومنع بكرة الصبح شراب ماما شراب شراب كل واحد نص كباية نص كباية. بتشيل الإمساك وبتشيل ليش الإمساك؟ لأنه هي مثل المكنسة. أنا أهلي ما في عندنا بس كل بيت كانوا يجيبولون هيك إفة نسميها إفة فيها تمر، بس إحنا ما عندنا تمر بدونها. عندنا تمر بمنطقة اسمها عمشيد ضيعة خينا ميشيل سليمان، يبقوا يجيبوا بس كل واحد يعطوه إفة، إذا مرة واحدة نص إفة، إذا عندك 6 أولاد 7 أولاد بناخذها. هيدي الموني كاني التمر. والبزر بنكبه، احنا ما فيها نزرع ما بيطلع عنا، نعمل منه قهوة يدقوه بالجرن ونحط معه هيل، نحط مسكة، نحط لبان، في اشياء كثيرة، كبش قرنفل. نعم في كثير ناس انا بعرف واحد هيك محمد عبد الله حبيب قلبي ضعيف كثير، بجيب له خبز بجيب له اكل ونصح لي اياها تصلوزة. كان مريض وواحد ثاني كان عنده سرطان وصح بسط، هلا بجيب لهم تمر وبقول لهم ياكلوها بالخبز، وعم نعمل الخبز بالبيت. بتمنى في حدا يعمل ان شاء الله بتروبليس، انت تعمل خبز منيح وخبر عنا، تحطوا الخميره طبيعيه او خميره حمص او خميره شعير او خميره قمح. بدنا خبز منيح بلبنان حدا هلا ما لقيت، بعدنا عم فتش يلي كم واحد بيعمل ببيته بيشيل الرغيف بعطيه لفلان وفلان وفلان. ما تقلي بياكل خبز صاج، يعني اذا غيرت الكبايه تغيرت الحريه اللي بالكبايه؟ مش ما تفتشوا على الشكل، احلى احلى صحون، بس المطاعم كلها بتحط. روحوا شوفوا شو في بالمطاعم. نعم dates are excellent for alcoholic. هلا انا ابني وابنك وحفيدي وحفيدك عندهم ادمان، حق علي، بس ما بنقول لهم اياها، ما تخبرون انه قلناها على التلفزيون. ما بيعرفوا الفرق ابدا. انا سقيتهم بالبيت كلنا، في واحد مسلم قال لي، قلت لهم هيدي فيها ويسكي، حطينا تمر وحطينا فيها ويسكي، وهيدي حطينا فيها هيك مبيد، وهيدي حطينا فيها هيك. حكوا وعري ها خلص محمد اكل، بس صاروا ياكلوا. مريم مريم بدي اقول لك انه كل تاني حبه، بس اكل تاني التالتي. قال لي لا طيبي، شو طيبي هالوسكي؟ قال لي وهالمبيد، وقلت له حتى تعرق فيها كمان خل تفاح، بتحطوا معه برش حامض برش زنجبيل كل شيء. خلي التفاح ياخذ بيشبع شبان، بس ما تقولوا للاولاد ما بيقدر ياخذها، بيتعود عليها بيتعود عليها، بتصير تنظفوا بتصير تنظفوا. امي هيدا الالكول اللي جبتي لي اياه احلى من هين عند الدكانجي، احسن منه اصحابي عم بيشربوه بالقهوه. ما تقولوا بس يصير 16 ماما قريها بامريكا اسمها AA الكوهوليك انونيموس، عملتها فيهم انا وبلشوا هيك، بعدين اللي يفهم يستر على هيداك ويستروا مع بعضهم كلهم، وبعدين الكبار يكبروا ونخبر الامات والبيات ونخبرهم لهم ويروحوا يلعبوها مع غيرهم هاللعبه.
البيت اللي ما فيه خالته فيه احنا في حياة طيب كتير يعني حتى بس. دايما بس نشوفه صعلي وهي ماما هيدا سبيرتو ما تخبرون نحط اللي كان سبيرتو حطوا سبيرتو تحت وشاف التمر هيدا تقروا بتشوفوا ماما صحيت وين راحت السعلة ماما من هيدا سبيرتو بس هيدا بيك عامله خلاص ماما كذبوا عليهم كذبة بيضاء هلأ صارت هاي كذبة يعني نعم رح لكم it cures abdominal cancer السرطان يلي هون حط النوى واعطيه منها ليش؟ لأنه هي هيك باب النطق وباب الخلق فيها طاقة شفافنا هالطاقة it's an energy مش هناك احترموها كتير عمتكم النخلة بكاليفورنيا كنا بس يخلق الطفل 40 يوم منحط الخلاص في منهم بياخذوا شقفة من الخلاص أنا دقتها مرة وبعدين قلت لا نحن لقمت الخلاص عندنا بالضيعة يمكن عندك كمان نعمل أكل بناكل هيدا نعمل أكل على 40 يوم كلنا منحمل ومنجيب أكل لأم الطفل وبيو كل اللي بيجوا إذا دورك إذا دورك ومرحمة كمان نحمل هيك 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 ومين ولدت اليوم أليس جابت صبي أهلا وسهلا جابت بنت أهلا وسهلا على باب الكنيسة منحط قمح ومنحط عليها تمر وهيك صرنا نعمل بكاليفورنيا تمر ما بناكل خلاص بعدين الطفل صار عمره 40 يوم أمه وبيو منروح ومنزرع نخلة بس التمر اللي بيطلع من السعودية أقوى كتير ما بعرف ليش أرض مباركة لأنه هي مطرح ما هي الكعبة المكرمة نصف الكرة الأرضية هون وقت عم بتطوف انت عم بتطوف حول المجرات كلها يتكلم الحدد ويتكلم الحجر ويتكلم البشر له لغة أربع أحرف كل الطبيعة والجنين لا لا يسبحون الله ولكن لا تفهمون تسبيحهم. It also helps in improving eyesight and helps in curing night blindness as well. أنا بحس أوقات ما بعرف إذا الشباب بيعرفوا أوقات بيعملوا عيني هيك بصير عم شوف شيء معتم وأشو هي بالبيت شيء أسود على الطريق. منعوا بأمريكا كل السيارات المفحمة العوانيت السود كلها عرفنا انها تشيبينج بالاول انه انا يعني انت فيك تشوفني بس انا ما فيني اشوف حدا حطوا العلم دغري وشالوها بس الناس بس تقرا ثن الحاكمين اللي بيقرا هو اللي حاكم دغري ما بيسترجي يقول لا اوباما شيلها 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 اعملها انا بس تعمل هيك في نوع من الحبق ما بعرف اذا انت شايفها لونه احمر الورقه روحوا جبوها أنا وقت جيت لهون نعم صاحبة التلفزيون عندها جرين جاردن يمكن شيء هيك قدمتها وقتها للناس اللي ما عنده وقت وما عنده مصاري وما عنده هيك يشتري بتجيبوا حبقة لونها أحمر بتحطوها حد الإنترنت يلي ما في يجيبها هاللون بتنبتوا على عيد الميلاد كلنا بالمسيحية أرمن وغير أرمن نعمل مغارة أو الشارع أو شيء وبحطوا فيه يخدور قمح مفرخ نبتوا قمح بتراب وبفخارة مش بلاستيك فخارة بتلاقوها بس تنبت بتصير يخدور رو كتاب أدب الحياة للمعلم كمال جنبلاط هيدي حطوها بأوضة النوم لأنه صاروا الأولاد بيلعبوا هاي بأوضة النوم تحت الفرشة وقاعد بعمل هيك قليلة وحطوها مطرح في إنترنت ومطرح في تلفزيون كونوا وقحين مثل الأرمن نحن وين ما كان بتلاقوها محطوطة بس تشوفوها عم بتدوب الأخضر تبعه ويموت حطوها بالتراب دخيل هيدي أخذت طاقتنا هي ساعدتنا أخذت هيدي فينا رجعوا حطوا وحده ثانيه عملوها مره مرتين بالشهر نبتوا هالقمح
بيقول احلى شيء is that it doesn't have any side effect on the body and is completely natural as well as it works better than medicine. احلى من كل الادويه هي حبه هالتمر. تقروها بكتاب نعم معين الدين، تقروها على موقع بيت الله وبتشوفوها بهالكتابين يلي دائما انا عندي هيك اكثر من كتاب كل يوم بكتب فيه. هيدا كله بالعربي، كتاب بكتبه بالانجليزي وكتاب عربي انجليزي، انه قدمون للناس بالاخص يلي بيحطوا صدقات من اماطه الاذى الى لا اله الا الله. كل واحد منا يعرف اول شيء غذاءكم دواءكم ودواءكم غذاءكم. وانتبهوا نقعد نمضغ مضغ 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 مضغ، تتحرك هو ومن وقت لوقت ما حدا شايفك يعني او بقوتك او شيء، مش هيك هيك لا حني. ونساني فوق كمان معلش اذا في شويه وجع ماما اخ انت اعملها اخ معلش هون يا ماما هون بيطلع بزي ريق هون ايه وانت الماما اذا هو ولد صغير خدي كل النور يلي بالعالم وشيلي كل المرض يلي بابنك واعمليها فيك، واوقات شيلي النور يلي بقلبك وحطيه بالعالم، نوري العالم ونوري نفسك. هالعلم كلمة اسمه دوئن أو شياتسو، الكتاب موجود جان روفيدال حطه بعينيه. في ناس عيونهم بتضوي ما فيني إلكن، كبار بالعمر بمثلي وأكثر إن شاء الله نكون هيك، بتلاقوا بفوتوا بيسموها الشيخة، كانوا عنا بالضيعة مثل أمه الشيخة بالضيعة، ونطلع ماشي من كعب الضايعة من عند شهيدة لعند أم إليا. مش نشدونا هيك ينطروا ولاد صغار تقعد أم إليا تصير تخبرنا هيك أخبار، تحط إيدها هيك أم إليا. كلكم فيكم تعملوها، أنا مثلكم ما كان فيني أبدا، كنت أمسك منشفة وأنا مثلكم ما فيني ما هيك. يلا 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 دقروا هيديك أقرب لأنه إيد اليمين دقرتون إيه ورجع لورا معلش توقع من إجرائك هيك معلش. خذوا أولادكم على اللي عنده بحر، احنا عندنا بحر بلبنان، شلحوهم من اجرهم خلوهم يطبشوا بالميات ويرجعوا بالرمل، وانت كمان بالميات شوفي هيك دعستهم. اذا الولد عم بيمشي هيك انتبهي من الاستاذ او من البي، اذا عم بيمشي هيك انتبهي كمان من المعلمه. خبرتكم مره انا شفت طفل قلت لها لامه ابنك عمره 70 سنة مش 3 سنين، قالت لي شو؟ قلت له وكانوا يعرفوا انه هيدا عن فراسه وشافوا اشارات من مريم صاروا يصدقوا كثير. قالت لي شو بتعمل؟ شو من شو هالصبي؟ قلت له في حدا عم بيلعب له.
سألنا الخادمة والمربية اللي معه، قال إيه نحن ببلدنا بنعمل هيك، ما رح لكم من أي بلد. قلت له نحن بدوما كنا نعطي خشخاش لأولادنا، نروح على المقابر هونيك بتطلع بالمقابر الخشخاش، بدنا نروح نسهر. غلي خشخشي هلا لا ولا خشخاش ولا حدا يلعب، خليكي مع أولادك 12 13 14 سنة. البي يحكي مع ابنه، أوقات البابا بيتحمم وابنه بيتحمم معه، يشوفوا بين بعضه. دادي شو هيك؟ أنا أنت الماما ليش أنت عندك هيك؟ وأنت بس تكبري بصير عندك هيك، وأنا مثلي ما نكبر وما حدا يحط إيده عليهم. بال14 البي بصير يحكي ابنه كأنه رفيقه الصغير، وأنت كمان بتصير تحكي معه، لأنه بالمدرسة عم يحكوا الأولاد هلأ صغار صغار. رح خبركن إياها، عنا مول بالأشرفية، لقيت خادمة مع بنت عمرها 4 سنين 5 سنين بالكراجة. قلت أنا عافيها، أحلى يمكن ما تجرها هيك على الطريق وتبنتع فيها، حطتها بالكراجة جيبتها على هالمول. وقفت أنا فوت بيفحصوك هيك، هلأ صاروا بيعرفوا مريم ما بيفحصوها، لأن بخبرهم شيلها من إيدك كمان، لأنه هيدي يفحصك شو معك شو يعني، هي مثل الكلب، الكلب أحلى على القليل بني آدم يعني عنده طاقة. وفاتت هالبنت عم تحكي وتقول أنا هلأ بالأبيسي، لقيتها كذابة، فوتت البنت مطرح تحت الأبيسي. وما بقدر خبركم شو عملت هالبنت بهالبنت الخادمة ببنتك يا مدام.